السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات علبة الهواوي نوفا 9 والسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح العلبة أول ما نجده هو الجهاز الهواوي نوفا 9. بعده أصدقائي نزيل هذا الغطاء لنجد بطاقة النوفا الأوفيشال. بالنسبة لبقية محتويات العلبة نجد هذا الصندوق الذي فيه الإجيكشن بين، كافر بلاستيك شفاف ومجموعة الكتب المانوال الخاصة بالنوفا 9. هذه هي كل محتويات النسخة الصينية. بالنسبة للنسخة العالمية سنجد هناك الشاحن وكيبل الشحن. كيبل الشحن يأتينا من نوع USB Type-C، والشاحن هنا يأتينا بسرعة 66 واط شاحن صاروخي، سيعطيك تجربة شحن من 0 إلى 100% في حوالي 38 دقيقة. بالنسبة للمراجعة الكاملة لهذا الجهاز هناك فيديو على القناة للنوفا 9 حول مواصفاته وكل ما يخصه، سأضع لكم الرابط في أول تعليق. ننتقل إلى السعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز، وهو بداية من 499 يورو، ما يعادل 490 دولار. هذا هو سعر النوفا 9. بالنسبة أصدقائي لنسخة البرو ستكون في فيديو قادم، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.